إسرائيل وحزب الله يتبادلان الضربات حيناً والتهديدات بحرب وشيكة حيناً آخر، ولبنان لا يريد الحرب، واسم ظهر 40,000 مرة الشهر الماضي بمشاركة 100,000 ناشط ووصول لـ30 مليون مستخدم في العالم. رافقته سلسلة من مقاطع الفيديو والحملات الإعلامية أطلقها النشطاء وإعلاميون في لبنان رافضين دخول حزب الله في أي حرب مع إسرائيل، من شأنها خلق تداعيات سلبية على البلاد ومواطنيها. نشر حزب الله فيديو من إعلامه العسكري يستفز إسرائيل، فهددتنا الأخيرة بقصف المطار، من فضلك ارحمنا، من سيبني لبنان من جديد؟ وإذا بنيت فمن سيسكن البيوت بعد كل هذا الدمار والقتل؟ واسم تلو الآخر يتداوله الناشطون، نزع سلاح حزب الله أمر حيوي، والقرار 1701، وهو قرار تابع للأمم المتحدة صدر في حرب عام 2006 يقضي بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي. فهذه صورة تطالب بتطبيقه على الفور. وهنا رسم كاريكاتيري، سلاح الحزب يقود لبنان إلى فم إيران المفتوح، ورسوم أخرى تطالب بالسلام. لبنان ما بده حرب، ما حدا بده حرب، يعني نحن هلا 2024 وبعد في حرب، عيب. كل العالم تعبانة، بتتعب وبدها تكون جاهزة حالها للقمة العيش. ما عندي كلام أكثر من هيك، شو بدي أقول لك؟ أوجعنا كثيرة. تطمح الحملة التي أطلقها الناشطون إلى جمع أكبر كم من الرافضين دخول حرب ضد إسرائيل، من شأنها تكرار حرب عام 2006 التي خلفت تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية ما زال لبنان يعاني منها حتى يومنا هذا.